إليكم السبب الحقيقي وراء قيام الشرطة السعودية بالقبض على لاعبي الاتحاد فواز الكرني واللاعب عبد الرحمن العبود. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر اللايك واشتراك. ألقت الشرطة في المملكة العربية السعودية اليوم القبض على لاعبي الاتحاد فواز القرني واللاعب عبد الرحمن العبود، فلماذا وما هي العقوبة التي قد يواجهونها؟ بعد فرض حظر التجوال بشكل كلي على مكة المكرمة والمدينة المنورة وبالطبع كذلك محافظة جدة المتواجد بها نادي الاتحاد حيث انها تابعة لمنطقة مكة، قرر فواز القرني وكسر الحظر والتجوال بسيارته مع بعض افراد الاسرة لكن الشرطة اوقفته. وظهر اللاعب عبد الرحمن العبود وزميله فواز في مقطع فيديو للتحدث مع جمهور الاتحاد بعد هذه الحادثه. انا وصل هدي خلاص، وصل هنا خلاص، ما عاد اقدر احمل البيت مره، واطلع واخذ اهلي واطلع وخط سريع اربع تفتيش، الاول عديته والثاني عديته والثالث الثالث قال لي جنن جنن. عرفت عرفت الحركات دي حق يوه انا كابتن ايه عرفها بالله ما عرفتني، شوف البطاقه ما عرفت لسه غريب علي يا ابوي ما عرفتني قال لي جنبي جنبي مين معاك؟ قال لي مين معاك؟ قلت له والله معايا اخوي ومالي، قال لي هات بطايقكم كلكم، اخذ البطايق كلها وداها السياره رجع قال لي شيل مخالفه انت واخوك واللي معاه كلهم في السيارة، ما معاكم ولا تصريح. يعني شكله يشجع أصحابنا. والله يشجع أصحابنا والله. وللأسف الشديد قام اللاعب عبد الرحمن العبود وزميله فواز ونشر مقطع فيديو للتحدث مع جمهور نادي الاتحاد بعد هذه الحادثة، ولكن حارس النمور استعاد الذاكرة وبدأ في سرد ما حدث بطريقة ساخرة واستهتر برجال الشرطة فانتشر المقطع كالنار في الهشيم وألقت الشرطة القبض على اللاعبين. وأصدر الأمن العام وشرطة منطقة مكة المكرمة إن اللاعبين تم ضبطهما يتهكمان برجال الأمن أثر تلقي إحداهما مخالفة منع التجوال في جدة. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية وهما يتهكمان برجال الأمن أثر تلقي إحداهما مخالفة منع التجوال بمحافظة جدة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية بفضل من الله عن ضبطهما وهما مواطنين في العقد الثالث من العمر وإيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. ما ارتكبه فواز القرني يصنف في القانون السعودي تحت جرائم الإنترنت، وهذا السبب هو الذي أدى إلى القبض على اللاعب عبد الرحمن العبود وحارس الاتحاد. وبحسب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية فإن أي شخص ينتج أو يوزع محتوى عبر الإنترنت متضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإخلال بالنظام العام والقيم الدينية والأداب العامة سيواجه عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات ودفع غرامة تصل إلى 3 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك فقد تلقى اللاعب عقوبة حظر التجوال وإليكم كالآتي. وقع رجال الأمن العقوبة المكررة لكل من يكسر حظر التجوال على حارس العميد والتي تبلغ 40,000 ريال سعودي أي ما يعادل 10,000 دولار أمريكي، لكن اللاعب لم يكن راضيا عن هذا. فقد توقف الدوري السعودي وجميع البطولات في المملكة بعد وصول فيروس كورونا البلاد، وبدأت الدولة في إجراءاتها التي بدأت بتعليق الرحلات إلى السعودية لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي والسياحة بشتى أنواعها، وانتهت في أوائل إبريل بحظر التجوال كلي في مكة المكرمة والمدينة المنورة.